العلاقات المسلحة، والذي تغير اسمه لاحقا ليصبح المجلس الدولي للرياضة العسكرية. تصويب، الله، جول جول، يعني ممكن تعديلها في أي لحظة، لذلك يفكر في الثاني. والآن تصويب، يا سلام، جول ثاني للمنتخب الجزائري. هل من هدف ثالث؟ خلونا نشوف. مزيان الآن، عرضية للأمام، هذه خطرة، جول جول ثالث للمنتخب الجزائري. وشعال فريد، علي غلام يصوب، هدف، جول للمنتخب الإيراني.